الحقيقة؟ لسه الخير لقدام يا الحارة اللوس. حبود الله يوفقك حبود. شو عملت؟ الله يوفقك حبود يا قل الحارة. السلام عليكم. حالك مبارك ابو حماد. اهلينك جمال. يا جمال يا مختار صباح الخير. صباح يعطيك العافيه يا للحاره يا للحاره. حمود انت الزعيم ابو شكري. اكيد بدنا بلاش اسنا. ما بعرفك يا جمال. اي والله يا ابو جمال. لقول غير الحكي يا سكور على يد عليك. اي والله يا ابو جمال. لك وين اسنا؟ نحن حمود نحن امشوا يا شباب. امشوا احمد خبر المعلم نوري يمشوا. لا اله الا الله. شو بك احمد ليش عم تدن؟ والله ما عرفان شو بدي اقول لك يا معلم نوري. لك احكي. زكور عم يقول انه عبود. عبود. لك شو ابو عبود؟ قتل الزعيم ابو شكري. قتل الزعيم؟ اخي ابو شكري قتل هيك بهالبساطة؟ ليه على قامتي عليك يا اخي؟ قولي على قامتي عليك يا زين ترجم يا حويلة شباب. ولك يا حويلة شباب قولي على أم عادي. قولي على قولي بالك يمكن يطلع الخبر كذب. شاء الله طولي بالك. طولي بالك طولي بالك طولي بالك تأمري لي طولي بالك يمكن يطلع كذب يا أخي دغيكم. لا لا يا زعيم عبود الواطي يقتلك. جلالة أدرك هذا الواطي يقتلك اللي بيسوى نص متليك. لك أنا قتلك يا عبود. أنا قتلك يا عبود. أنا قتلك يا غدار. كل عم بعيونك بتروح بتجيب عبود من بيته فورا وبتحول لسجن السرايا. قمع سيدو إذا ما لقيناه بيته ولك بكون نفذ بعملته. يلا نفذ بسرعة روح. حاضر سيدي. يلا شو ما لا يا طول بالك يا ابني يا نوري. هاي حال الدنيا. إكرام الميت ترحيله. لا يا شيخي عبود لازم يموت. عبود لازم يموت. أنا قتلك يا عبود. أنا قتلك يا نوري. أنت رجل مؤمن والموت علينا حق يا ابني. رحمة الله عليك. رحمة الله عليك يا كبير. يلا يا رجال احملوا زعيمكم على البيت مشان نغسله وندفنه. أمونا أم شوفي هنيك بتعرف شو فين. وين هنيك يعني شوفي؟ هلا بتعرف شو فين. خذوه. لك دوي اخي بقى الله يسترك. بس اهمني لوين يعني شو عملت انا؟ لك انا بس شو سويت يا شباب؟ عبود والله ابو هون يا معلم. ما في حدا معلم. ما في حدا معلم. وين بدي اروح؟ ما احلى يضل قاعد بالبيت بعد العمله اللي عملها. ما شفت شلون كان الباب مفتوح؟ وين بدي اروح مختار؟ اقسم بذات الله لخلص عليه لوصل لاخر الدنيا. شكري نوري الله يرضى عليكم. خلينا نروح نرحل الزعيم لانه اكرام الميت ترحيله. شوف يلا 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 لك لسه بيتمختر قدامه مني. لك انا ليش هون؟ لك عمي شو عامل انا حتى تجيني لهون؟ احكي لي. لك خلاص روح اقعد محلك ولا؟ خلاص روح اقعد محلك ولا؟ لك اقعد محلك ولا؟ خلاص روح اقعد محلك ولا؟ خليني روح. امرك سيدي. شوفي ولا شيء سيدي ولا شيء. سيدي الوكيل هذا هو عبود. ايه سيدي عبود. إيه شو صارت جنحة يعني؟ إيه نعم عبود اسمع عزة أقسم بذات الله إذا ما بتقلي ليش أنا هو قسماً بالله لا يطلع جناني عليكم. ها إيه لا طول بالك طول بالك وهدي حالك. افتح الباب لنفهمه شو عامل. افتح أمرك سيدي. يلا 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 افتح 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 جارة ورا جارة ورا
يعني ما بتعرف شو مساوي؟ الله وكيلك يا جناب الحكومة، ما بعرف شو مساوي. الله يستر على عرضك كرمال النبي، فهمني ليش أنا هو؟ خراس ولا خراس؟ عم تشدبها معي؟ ايوه سيدي، الله يستر على عرضك، لا تغلط معي. أنا ما غلطت معك، بالمختصر فهمني ليش أنا هو وشو مساوي؟ سد بوزك ولا وجئن على عيبك. عزام قل له ليش هو هو؟ ليش؟ لأنك مجرم، أنت زعيم. لك أنا زعيم؟ يلا اسلبها، تغشمن علي لقلك، تغشمن. شي يا الله وكيلك، مالي عم بتغشمن، أنا زعيم. ولك الزعيم أبو شكري، شو بعد؟ الزعيم أبو شكري ما؟ وأنت الصادق إن قتل، وكل هالحارة اللوز عم يقولوا إنك أنت اللي قتلته وعم يشهدوا ضده. سيدي وأنا عندي كمان معلومات، إنه مبارح توعد له قدام كل أهل الحارة وحلف يمين إلا يرد له الكف اللي سبقه يا الزعيم. إيه؟ ويكون بعلمك إنه حكم إعدامك طلع، بقى جاهز حالك لأنه بكرة بدنا ناخذك على سجن القلعة مشان يشنقوك هنيك. الله يرحمك يا زعيم، الله يرحمك يا كبيرنا. زعيم ابو شكري ينقتل، واحد مثل ابو شكري ينقتل هيك بهالبساطة؟ بس مين له مصلحة يقتله؟ عم ليش هيك عم يصير معي انا؟ لك ليش هيك عم يصير معي؟ بهدد اب خالد الفاكهاني بيقوم بينقتل بنفس اليوم، بهدد الزعيم بيقوم بينقتل، ليش هيك لك عبود؟ معقول هالحارتي يرجعوا يظلموني مره ثانيه؟ دخيلك يا رب العالمين، دخيلك واقف معي يا ارحم الراحمين، دخيلك يا رب. عمر لك يا أم شكري، هلأ هذا اللي طلع معك؟ أنا جاي لحتى عزيكي وإنتي عم تزوريني؟ خلاص أم ياسين، سكري عالسيرة وقصري الشر. لا يا أم نوري، إنتي اللي عم تحكي هالحكي؟ اي نعم، هي اللي عم تحكي هالحكي، وان ما عجبك اعلى ما بخيلك اركبي. الله يسامحكم. اسمعي يا ياسين،
انتو ما عدتوا تستحوا، لك بتقتلوا القتيل وبتمشوا بجنازته. كل هالقد، كل هالقد قلبكن أسود وقاسي على عبود؟ أم ياسين اطلعي من هون وقصري الشر. لا يا ستي مالي طالعة، بدي أحكي اللي بقلبي. والله يا عالم، والله يا عالم، عبود ما بيقتل، وانتو بتعرفوا انه هو ما كان هيك، انتو اللي سويتوا هيك. عبود انظلم، انحبس 10 سنين، مظلوم يا جماعة، بيصير مجنون. ايه مجنون، بيصير بس بده فرصة لحتى ينتقم من اللي قتله. أنا قلبي كان حاسسني انه مو هو القاتل. لا مو ممكن، مو ممكن يقتله، لأني بعرف قديش بيحبه للزعيم أبو شكري، وبعرف قديش بيحترمه. هلأ أنت أفهم من الرجال يلي قالوا إنه عبود هو يلي قتل الزعيم؟ بعدين الورق يلي شافوه على جثة الزعيم، مو عبود بالعادة هو يلي بيكتبها؟ هلأ يلي بده يطبش القصة براسه رح يصعب عليه إنه يكتب شافة ورقة ويزد تناحي اللي انقتل فيه الزعيم. يا ناس، يا عالم، صدقوني، عبود أنا اللي مربيته وأنا اللي بعرفه منيح. مستحيل، مستحيل يقتل حدا. ولك عم تدافع عنه بنص بيتي؟ اطلعي من وشي، اطلعي من وشي بلا ما يطلع جنانها. طلعوها لبرا، ولك انقلعي برا، برا، برا. طالع على حالي يا أم شكري، بس رح يجي يوم تعرفوا فيه مين هو عبود الشامي، ورح تندموا، رح تندموا كتير على اللي عم تعملوا فيه. برا، برا، برا. هي آخرتك لك عبو، هي آخرتك تنحكم إعدام مثل المجرمين والتالي القتلة. ظلمتوني يا أهل حارتي، ظلمتوني وذبحتوني، وهي مو أول مرة، هي تاني مرة بتظلموني. لك ليش هيك عم يصير معي أنا يا ربي؟ ليش هيك عم يصير معي؟ دخيلك يا ربي، دخيلك، دخيلك يا ربي، سامحني ووقف معي. انت بتعرف اني ما انا اللي قتلت، انا ما قتلته للزعيم، مو انا اللي قتلته. دخيلك يا ربي، وقف معي ونفذني من حكم الاعدام. دخيلك، وانا بوعدك، بوعدك يا رب العالمين اني ما ارجع للمشاكل بهي الطريقه وصير انسان سوي. دخيلك يا رب، يا ربي دخيل. اسمعك مولا، يعني انا بس بدي افهم شغله، ولك انت شلون عم تقول انك مظلوم وكل العالم شهدوا ضدك؟ فهمني شلون. لك اذا الوكيل بذات نفسه متاكد انك انت اللي قتلت الزعيم ابو شكري، لا مو بس هيك، كل اهل حارتك شهدوا ضدك كمان. يعني هلا بدك تفهمني انه كل خلق الله كذابين وعم يلفقوا لك هالتهمه تلفيق، وانت الوحيد السادة؟ لا هيك تخنت عبود. الله وكيلك ما بعرف، ما بعرف يعني ليش كل الناس هيك عم تتهمني ظلم. الله وكيلك ما بعرف، يمكن لاني توعدته للزعيم قدام اهل الحاره وطاولت عليه، والله ما بعرف. بس اقسم بذات الله وحياه من اسمه علماء جماد، انا ما قتلته للزعيم، انا ما قتلته، انا بحترمه كثير. لك انا ممكن اقتل حالي وما قتله. الزعيم بالنسبه لي شغله كثير كبيره. ايوه يعني انت مظلوم. الله وكيلك مظلوم، بس شو الفائدة؟ يعني هي حكم الإعدام طلع ومشي الحال. ليال متهم عند ربه بري. أبو الشباب أنت شو اسمه؟ ولك شو بدك باسمي أنت ولا؟ شو حتصير كنك كني وتصير رفيقي شوي تانية؟ عم ما وقع حق، وقع! روح طلع بمنظرك روح، لك من شكلك مبين قتال قتله ومقطع موصل. حيوان! الله يسامحك. الله وكيلك ما حدا بحياته استرجع يحكي معي هيك كلام، بس هي القضبان اللي بيني وبينك تخلي واحد مثل حكايتك يحكي معي هيك. دير بالك على حالك. ايوه
ولك انت مو بس قتال قتل اولاتيس، انت وقح حواطي كمان ولا. الله يسامحك لك يا ابو الشباب، ليش هيك عم تحكي معي؟ الله وكيلة يا ابو الشباب، ليش هيك عم تحكي معي؟ الله وكيلك انا. بعمري بحياتي ما حدا حكى معي مثل الشكل، فاهم علي؟ عبود، انا اسمي عبود الشامي، عبود الشامي، وروح اسال عني اذا ما بتعرفني. رح اقول لك كلمتين حطوا الحلابة قدامك، اوعى تنساهم طول ما لك عايش. عبود استر على عرضك، اوعى بحياتك تحكي هيك كلام مع واحد مقايس على روحه مثل حكايتي ومحكوم اعدام، لانه بتكون اخرتك بتكون على ايده، اخرتك بتكون على ايده. صوبت يا زغرتي، صوبت. أنا اسمي خليل، اسمي ليش هيك عملت يا خليل؟ ليش هيك عملت؟ لأني عرفت أنك مظلوم. الله وكيلك مظلوم. تعرف لك شي حكيم قريب من هون أختك لعند منه؟ لا 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 يا عبود، لا، ما حد ينفع الحكيم. الرصاصة إجت بقلبي. إن شاء الله لا تموت يا خليل، لا تخليني يكون سبب موتك كرامي للنبي، والله ما ينقص أنا. لا تخاف، ما رح تكون أنت السبب بموتي. أنا صحيح لابس فرنساوي مثل ما لك شايف، بس أنا ابن الشامي عبود، أنا ابن هالبلد وابن هالتراب، ومستحيل خلي حدا من الغربة لي يعلم على ابن بلدي. يستر على عرضك، يستر على عرضك لتموت كرامة للنبي. لا إله إلا الله.